خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ كي دوزتو الايام تاع رمضان؟ زوينه الحمد لله والشكر لله على النعمه اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. عطانا الشتا يا ربي، ويعني ما شاء الله جا واحد الصيام رائع، ما كنحسو حتى بحاجه، والحمد لله والشكر لله على رمضان اللي فيه. يعني كنتمنى اي انسان، اي مسلم، يصوم صيامه يكون مقبول بالصلاه والعباده. ضروري تكون، احنا دائما كنصليو وكنعبد الله وكنسبحوا، ولكن في رمضان كتكون كتكون ما شاء الله بزاف ما شاء الله داك الدين. وكنتمنى يبقى ماشي مني فوت رمضان، كنتمنى داك الدين ونسبحوا ونصليوا العباده، كنتمناو هاد لان الدين ديالنا ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. خوتي خواتاتي، اليوم غنشارك معكم يعني شنو غندير اليوم، وشنو تاكلوا ما تكونوا تصوموا، يعني من تفطروا او تسحروا، شنو تحتاجوا يعني باش الحاجه اللي غتجي مع الجسم ديالكم، يعني شي اكله خفيفه وتجي معكم. وخوتي خواتاتي، اي حاجه غنبغي نشاركها مع خوتي وخواتاتي. خوتي وخواتاتي، دابا غنشارك معكم اي حاجه درتها اليوم، واخا ما ان يعني عن يعني غنوريكم شويه 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 شويه. وتبارك الله عليكم نتوما المغربيات او العربيات، حادقين وكل شيء كتعرفوا له، ولكن كل واحد الطريقه ديالو. على بركه الله، اليوم شنو غنوريكم؟ الديسير. هذا الديسير، ها هو. كنتمناكم تقدروا تحطوه في الفطار او تقدروا تاكلوه في السحور، يعني راه رائع اللي كيهضم يعني المعده. ضروري ياكل شي حاجه اللي تجي معاه في الجسم ديالو. خوتي خواتاتي، اليوم غنقدم لكم شلاضه اللي هي ها هي، فيها الفريز قطعتو طريفات، وفيها التفاح قطعتو طريفات، وفيها الكيوي اللي قطعتو طريفات. الكيوي راه نتوما كتعرفوا هذا، قطعتو طريفات، وقطعت اناناس، اناناس والسويله ها هي، حتى هي درت منها طريفات ها شويه، هادي قطعتها حتى هي طريفات. هنا هادشي اللي كاين، كاين التفاح، يعني انا ما نقولكش جوج ولا ثلاثه، المهم اللي وزيد اي حاجه عندكم في البيت تاع الديسير ديروها، يعني ما مفرضش عليه الانسان يدير هك ولا هك. انا عاوجدو عندي ودرتهم شلاضه، يعني شلاضه ديال الديسير. الكيوي، اناناس، التفاح، الفريز، السويله، شويه السويله قطعتها ودرتها هنا طريفات. دابا قطعتها طريفات وغنخليها بلاتي تقرب الفطور ان شاء الله. ودابا شنو غندير ليها؟ ها هو، غنعصر عليها الحامض، الحامض غنعصرو على الديسير، وان شاء الله غنحافظ عليها دابا. ومن غنحافظ عليها تقرب الفطور عاد نزيد لها دانون ان شاء الله. من عصرت عليها الحامض، درت لها فوقها بلاستيك، وغنخليها على جناب، نديرها في الثلاجه، نديرها على تحت ان شاء الله. من قرب الفطور عاد غنخلطها بطاس ديال دانون. وانتوما يا اما بغيتو تزيدوا، دابا انا الحامض عا بغيت ندير، علاش الحامض درتو؟ باش ما يزرقليش هادشي، وماشي الحامض يعني بزاف، شويه تعصروا فوق الديسير. ولا بغيتوا تزيدوا فوق هاد الديسير، عصروا البرتقال، كاس ديال البرتقال. انا غندير دانون ان شاء الله. دابا هادي غندخلها ان شاء الله الثلاجه تقرب الفطور. الاخوات ديالي، انا كنبغي نعطيكم مع نصائح، نتوما راه كاملين كتعرفوا تقطعوا الديسير، كاملين كتعرفوا قطع شلاضه. خوتي خواتاتي، ثاني في هاد رمضان اللي بغى في الفطور، انا كنخيركم بغيتو الفطور بغيتو السحور،
شلاضه ديال الخص، الخص، البصله الخضريه، المطيشه. انتم عارفين راه يدي مغسوله. انا درتها من التحت، درت كلشي درتو هنا. المهم البصله الخضريه ماشي الحمراء، هاد الخضريه اللي عندنا اللي دابا واجده، والخص والمطيشه قطعوهم طريفات. هادو يصلحوا تحطهم في الطابله ملي تكونوا كتفطروا او كتسحروا. هاد الديسير اللي درت اللي قلت لكم هو وشلاضه، كنتمناكم تحطوه في الفطور او في السحور. اللي كيرتاح للسحور يحطه في السحور، اللي كيرتاح للفطور يحطه في الفطور. راه الخص راه معروف بالله كيهضم المعده. دابا حنا هادشي كله اللي درناه كنهضروا على المعده، لان المعده دابا ملي كنكونوا صايمين كنكونوا خاويين مرتاحين، ولكن ملي كنبغيو نفطروا ما كنقدوش نفطروا. الطابله كنعمروا ولكن ما كنفطروش. شلاضه راه مزيانه للمعده، والديسير مقطع حتى هو راه مزيان. من الاحسن الا كان عندكم الديسير بحال الفرايز هذه، المهم عندكم كل حاجه منها شويه، من الاحسن خلطهم بحال شكل شلاضه، قطعهم طريفات وكلهم بالمعلقه، يعني راه تكون ديسير رائع وزوين. المهم تادي عنحيدها وعنجنبها، نديرها في بلاستيك وندخلها على تحت الثلاجة تيقرب الفطور او نخليها للسحور ان شاء الله. خوتي خواتاتي، راه قلت لكم شنو كنبغي نشارك معكم، شنو ندير في الفطور. البيتزا ان شاء الله غنعجن لكم العجينه ديالها، عجينتها كتجي رائعه وزوينه. عفوا العجينه كنعجن بالدقيق الفورص، شحال ما بغيتو، ربع او نص كيلو. كندير معاها شي جوج معالق ديال دانون، اي دانون بغيتو. كندير معاها نص كاس ديال الزبده مذوبه، معلق ديال السكر، الزعتر كنطبخو وكنخلطو بها، ماشي كنخلطو بها واحد شويه، يكون نص كاس حتى هو كنديرو في العجين باش كيعطي واحد النسمه زوينه، والخميره شويه والملحه شويه. هذه هي العجينه ديال البيتزا. كاين هما كاين انواع ديال البيتزا، هو درتها طبيعيه وعاديه. لاصوص تاع المطيشه، شويه الزيتون، والطون، وفرش فوقها الفرماج. غنخليها حتى ندخلها للفران، يعني طيب دغيا. دابا انا شاركت معكم هادو، وتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. اخواتي هادي تخرجتهم من الثلاجه، نحيد هاد البلاستيك وغندير معاهم هاد الدانونات. وانتم ليكم الاختيار، ديروا اي دانون بغيتوه، ديال الفريز، ديال البيستاج، مسوس، اي حاجه ديال. انا غنديرو مسوس طبيعي، وانتم ليكم الاختيار. دابا ان شاء الله هاد الدانونات اللي انا دايره بكثره، هاد الدانونات ان شاء الله غنديرهم هنا وغنخلطهم، وتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر ان شاء الله. خوات ديالي دابا ها هو الديسير خلطتو، دابا ان شاء الله ندير دانون ان شاء الله. تبعوا معايا دانون خلطتو، نبدا نخلطو. المهم نخلط الدانونات كاملين، جوج دانونات نخلطهم، وتبعوا معايا لا فيديو تنقدم لكم يعني التحلية ديال الديسير، كتجي رائعة وزوينة. وزدنا واحد المعلقة ديال السكر على حسب الذوق. خوتي خواتاتي، وهادي هي التحلية ديال الديسير اللي كتجي رائعة وزوينة،
وكنتمناكم تجربوها، كتجي رائعه وزوينه. خوتي خوتي تنبغي نشارك معكم اي حاجه درتها في الدار، كنبغي نشاركها معكم. وهذه هي البيتزا اللي ان شاء الله غنوريكم العجين ديالها، نشارك معكم ان شاء الله العجين ديالها ان شاء الله. وهذا هو الديسير اللي شاركته معكم خوتي خواتاتي. رمضان مبارك سعيد، وتاكلوه بالصحه والراحه.